في عندنا سكيلتون الهيكل العظمي، الهيكل العظمي يعني قسموه، بحبوا في العلم يقسموا مشان اريح للحفظ. ها الحلو بجسمنا شغله مميزه، انه طبعا جسمنا وجسم اياتا كائن حي في يمين شمال. ها فدائما اليمين رح حط مثلا اسم الهيومراس اليميني، الهيومراس شمال، هذا الاصبع اليمين هذا الإصبع. فهمنا كيف؟ فاذا حفظت نص الجسم النص الثاني تلقائي. فهمنا كيف؟ هسه يا شباب في عندنا الجسم السكيلتون او الهيكل او الهيكل العظمي، الهيكل العظمي في عندنا هيكل عظمي محوري، هاي الاحمر وكاني اللي هو بسموه الاكزيال، ما له بلفش هذا هذا شايفينه الاحمر اللي فوق، بس لو تطفي الضوء مشان يشوفوا الشباب الاحمر هذاك الفكاني اسمه الاكزيال سكيلتون. شو يعني الاكزيال سكيلتون؟ محور، يعني جذع جسمنا، محور جسمنا. وهذا الاحمر التحتاني اسمه طرفي، اسمه ابندكيولار، نسميه طرفي او ملحق. ابندكس شو معنى ابندكس؟ ابنديجز، ابندكس الابندكس اللي هي الزائد الدوديه بنسميها الابندكس ابندكيولار. فايش معنى ملحق يعني او زياده معنى بلا منه فهمنا؟ تخيلي واحد نقول بلا من جري وديب ملحق بالمحور، هو القصد هيك ملحق بالمحوري. طبعا المحوري يعني لو واحد يقولنا الشباب اللي ورا اكيد بناقشوا بمواضيع حساسه جدا في على مستوى حرب روسيا، ما بلشتش مستنى فيكم. كان بلشت اليوم المحاضره بتخلص بدري اصلا، المحاضره يا دوب ساعه ونص، ساعه وثلث حتى. فعنا يا شباب في عنا الجهاز المحوري، بدهاش شطار، بدهاش واحد شاطر ولا واحد فيلسوف. انت منش بتكون الجهاز المحوري؟ يلا قولي لي الاحمر فوق العمود الفقري بدون الريب كيج، القفص الصدري خلينا بالعربي، واي الراس، هذا هو العمود الفقري والراس، عظمات الراس وعظمات العمود. يعني شو قصدها تقول؟ السكيلتون المحوري الاكزل سكيلتون يتكون من عظمات الراس، عظمات العمود الفقري، عظمات الصدر. والسلام عليكم. صح بيقولوا للراس سكال جمجمه، العمود الفقري فيرتبرال كولوم، واضح؟ الاضلاع ريبس، العظم اللي هنا القاص ستيرن. في عظم هنا زياده، في عندنا شايفين هذا اللارينكس هاي تفاحه ادم في عظم ظهير طلعوا صغيره، هاي شايفينها هاي اسمها الهايويد بون. شو اسمها؟ الهايويد بون. هاي برضو من الجهاز العصبي، من الجهاز شباب الله يرضى عليكم، هاي من الجهاز المحوري. اذا شو هو الجهاز المحوري؟ يعني هسه طالب بالمدرسه اكيد اخذتوها، احنا اليوم بكسمون اكزل سكيلتون محوري، يتكون من الكرينيوم اللي هي سكال، كرينيوم اسم ثاني لسكال، النك فيها الهايويد بون والفيرتبرا. ديروا بالكم الركبة فيها فقرات، الصدر فيه فقرات، البطن فيه فقرات، العجز والعصعص هيك بكده تسموهم ساكرام والكوكسكس. اتفقنا؟ والابندكولار سيستم، شو الابندكولار سيستم؟ الابندكولار سيستم الاطراف، اقولكم ليش؟ شو الابندكولار سيستم؟ اللي هو مش الاكزل سكيلتون. شو الابندكولار سكيلتون؟ اللي هو مش الاكزل سكيلتون. يعني لوح الظهر سكابيولا، الكلافيكل، الجرين الايدين، عظمات الحوض والجرين، عظمات الحوض والجرين. اذا الابندكولار سيستم كونسيست اوف ذا بونز اوف ذا لمبس. شو لمبس؟ اطراف. بمن ضمنهن الهب جيردل اللي هو خصر، اللي هو حزام الخصر او حزام الحوض، والشولدر او البكتورال جيردل اللي هو البكتورال جيردل اللي هو حزام الصدر. وطلعوا
كيف عامل الحوض هيك عامل دوار علينا صح؟ سموه حزام الحوض. وتطلعوا هذول العظمات اللي فوق عاملات زي دوار على صدرنا. بكتورال معناها صدر. بكتورال جيردل. جيردل معناها شو؟ أظن حزام أو شاط. اتفقنا شباب؟ هذا هو. يعني شغلات بس انتوا ركبوها بمخكم. طلعوا كثير أسماء. برقصوا خركادين. يعني هذا إله خاطر جاكمكم كلكم. شايفين؟ طلعوا. كلكم تحفظوا. للأسف. ولا؟ ما هي دائما بنضحك على الطلاب. كيف بنضحك علينا وفتنا العلم واحنا صغار؟ قالوا لنا واحد زائد واحد وانت صغير ولد صغير عمرك 4 سنين. مين؟ تنبسط. الأخير فت الرياضيات. وهنا بنبلش نكلكم في جمجمة. بعدين مثل نكل في عظمات للجمجمة. والعظمات تبعات الجمجمة في تفاصيل إلهم. وفي أمراض إلهم. وفي من دار إلهم. فاللي بنمسك إجره في هيك مواضيع بده يفوت هالموضوع. لكلكم يعني. للأسف يعني. لا هذول مش كنت تحفظوه هين. هذول بصم. في فرق يعني. شباب مشان تحفظوه هين. شباب 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 شباب. شوي. في شغلات مركت هذول شايفين الأسماء اللي بلاوي بلاوي بلاوي. هذول الأسماء مرك أنا بتحداكم مرك معنا منهن افرضوا هذول 10 أسماء إن مش 10 مرك منهن 8 كبل. أكل إشي. تعالوا نشوف. في حدا بيعرفش الجمجمة إنها سكال؟ في حدا بيعرفش الريبس؟ مركن معنا الريبس زمان إنه الريبس الكلافيكل إنها بتتصنع انترا ممبرينس. مركن بأماكن كثيرة. ريبس كلافيكل فيرتبرا العمود اللي هي سيسمويد بون وأنواع البون الريجولار بون فيرتبرا الفيرتبرا. ماركت معنا ولا ماركتش معنا؟ ها شباب الراديوس ماركت معنا؟ الالنا الهيوميروس ماركتش معنا جديدها منيح ذاكري نعم اللي هم ماركت كمثال صحيح من العظم الطويل الهيوميروس. ما هو يوم ما قريت انت كلمه هيوميروس قبل مفروض شفت شوين هي الهيوميروس واضح. تعالوا لحد هسه في شيء في شيء ما مركش معنا. هاي العظم اسمها الهيوميروس هاي اسمها الراديوس هاي اسمها الألنا. شباب هذول العظمات اسمهن الكاربال ومركن معنا ذاكرين تارسل وكاربال هذول اسمهن. في عظمات كمان عظم واقولكم مش هون مركن مركن في الشورت بون كله مرك. هذول الكاربال المات صبايا شو اسمهن؟ كاربال شطرات. انتبهوا يا شباب انتبهوا 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 الله يرضى عليكم. كاربال في عظمات هنا لما ينتهي الايد في هون عظمات مربعات هيك بجنب بعض مكعبات اسمهن كاربال منيح؟ في الايدين شو؟ مش مشكلة مش مشكلة هسا مش وقتهم مش وقتهم جايين اسمهن كاربال. هسا شباب الكاربال ايدك هاي وكلكم ايدكم ايدكم هاي ايد في هون عظمات شايفين يا ظهني في الايد مش في الاصابع في الايد هون في عظمات هذول بعد الكاربال بسموهن ميتا كاربال اصابعنا بسموهن فينجر بالانجليزي بسموهن فالينكس شو بسموه الاصبع فالينكس جمعها فالينجز. إذن يا جماعة كل إصبع فالينكس. إذن شو عظمات إيدنا؟ تعالوا كلافيكل سكابيولا هيوميروس راديوس ألنا كاربال ميتاكاربال فالينجز عظمات الأصابع. كل إصبع كل إصبع هاي أصابعكم قدامكم كم من عظم في أصابعكم؟ كل إصبع كم من عظم في كل إصبع؟ الإصبع ثلاث الإبهام ثنتين. كم من فالينكس كم من فالينج في كل إصبع؟ 3 صح؟ ما عدا أنوة الثمب والتو في إجرنا برضه اللي هو البيج تو اللي هو الإصبع الكبير في إجرنا
طلعوا كلافيكل سكابيولا راديوس ألنا كاربل كلها بناخدينه. هسه شو كلنا ميتا كاربل وفالنجز هاي جدات فيها شباب. الصدر في فيرتبرا في ريبس في ستيرنم برضه هذا كله أخذناه. ستيرنم أخذناها مثال على العظم المفلطح أخذناها مركز والريبس مركوا معنا بأكثر من محل واضح. خلصنا طلعوا شباب كلافيكل سكابيولا ستيرنم ريب هيوميراس فيرتبرا راديوس ألنا كاربل فالنجز وميتا كاربل هذول أجداد. إجرينا هاي العظمة الطويلة الفخذة تسموها فيمر أخذناها قبل هالمرة الفيمر كلونج بون من اللونج بون فيمر. في عنا الفيبيولا والتيبيا فيبيولا والتيبيا اللي هنا عظمات الجرين. في عنا الباتيلا اللي هي الصابونة الصابونة أخذتوها باتيلا هذا اسمه مفصل الني مفصل الني الركبة. في عنا العظمات المكعب اللي فجرنا شو بسموها تارسل أخذناها. اللي بعد التارسل ميتا تارسل اللي بعد الميتا تارسل فالنجز احفظت فالنجز فوق ما انت احفظت فالنجز تحت. اذا بكل هالميمعة ميتا كاربل وفالنجز جداد ككلمات بس. اسكال اسكال لو واحد اسأل سؤال لبني ادم عادي عادي اسألك انت الجمجمي او الراس العظم اللي بالراس تقدر تقسم لي اقسام شو العظم اللي بالراس؟ كل عظم الراس وظيفته واحدة. في عظم يعني مثلا بيجوز فيه مثلا بيجوز يتقسم عظم العينين عظم اللغليغ في هون مكسمينها شو عظم الجمجمة السكال اللي فيها المخ وعظم الوجه. الوجه عاملينه عظم لحال سموه فيشل بون. ديروا بالكم هاي مش عظمة ما لهاش علاقة في المخ. هاي العظم اللي هون ما لهاش هاي وهاي مش طابة في المخ. وفي عظمات السكال اللي هي طابة في يعني بنقدر نقسم عظمات عظمات كرينيوم معناها سكال. في نيورو كرينيوم يعني نيورو شو نيورو كرينيوم اللي جواتها المخ وفي فيشل بون. شو الفيشل بون؟ عظمات الوجه عظمات الوجه عظمات الوجه. في عظمات الوجه إشي وعظمات اللي بحطن المخ شو إشي. فصراحة عن جد في إشي جديد لور لمب شو معناها أبر لمب صح. بحبوا يفصلوا بزيادة هم. تعال نبلش فيهن واحد واحد. هسا نبلش في الرأس. في إيش نبلش؟ في الرأس سكال. هاي الجمجمة قدامكم الجمجمة في صورة للجمجمة وقدامها في صورة مجزأة. المجزأة مجزئينها لقسمين قسم بيحمل عظمات الوجه والقسم الثاني البرين كيس شنطة المخ أو ظرف المخ أو صفة المخ أو علبة المخ. علبة المخ هاي هاي العلبة فيها المخ هاي بيسموها علبة المخ برين كيس. شو اتفقنا معنا جمجمة كرينيوم شو هو البرين نيورو أعصاب سموها نيورو كرينيوم. هاي الخربطة اللي هنا فيزيرال فيزيرال حشاء هذول حشوات كل اللسان سموها فيزو كرينيوم. اذا يا جماعه الكرينيوم تنقسم الى ايش؟ تنقسم الى نيورو كرينيوم وفيزو كرينيوم. سهل لا مو في في لا لا هاي الفرونتال بون هاي العظم اللي هون تعمل العين من فوق وفي عظمات بعملن العين من تحت واضح. هاي الفرونت هسه بنجين ما تخافيش تكلكوش فيش شيء تكلك. النيورو كرينيوم النيورو كرينيوم ليش تتكون؟ تتكون من 8 عظمات ولا يتحرك. نعم
شباب طلعوا على العظمات اللي بحطن العظمات اللي بحطن ايش الجمجمة اسمين نيورو كرينيوم. النيورو كرينيوم يا جماعة في عندنا ثمان عظمات، في عندنا ثمان عظمات هذا هن ملونات، انسوكم عظمات الوجه هذول اللي مش ملونات، ثمان عظمات تنتين بجانب الجوز، تنتين بالجوز أربعة، يعني كداش بضل فردويات أربعة صح. في عندنا التيمبورال جنب الذنين البراياتال هذولين، الفرونتال واحدة والأكسيبيتال واحدة، الورانية أكسيبيتال والقدامانية شو اسمها فرونتال، فرونتال قدام فرونت فرونت قدام فرونتال أكسيبيتال براياتال، براياتال معناها واجهية أو جدارية، كلمة براياتال مركت معنى إنه في فيزيرال وبراياتال، براياتال براياتال معناها واجهة، يعني صراحة لما تطلع أنت على المخ على 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 شنطة المخ أو على علبة المخ أكبر واجهة أنا ماخذتها البراياتال، طلع البراياتال كده شايف الجمجمة اللي بتلف، طلع على الجمجمة اللي بتلف فسموها براياتال، تيمبورال تنتين براياتال تنتين، طلعوا على اللوح مش علي على اللوح، براياتال تيمبورال فرونتال قدام اوكسيبيتال ورا. في عندي تنتين عظمتين صعب نتخيلهن بس نعرفهن، إثمويد وسفنويد شايفين هذا هني، شايفين شايفين البنفسجية هاي هاي سفنويد، هاي الجوانية إثمويد، طلعوا هاي هاي الجوانية الإثمويد الحمراء هيها، وهاي هذول عظمة واحدة مش عظمة هون سفنويد هون سفنويد، هن عظمة واحدة ماسكات مع بعض، هذول جابوهن من الأشكال الريجولار بون، لكن لما حكينا أنواع البون كنا في إشي اسمه الريجولار بون الفيرتبرا والسفنويد والسفنويد فيشل نير الفيشل بونز، هاي الإثمويد طلعوا الإثمويد ترى كيف شكلها، هاي اللي فوقها عصب الشم من شم منها تحتها السنسور تبعات الشم، اتفقنا؟ إذا شو هن عظمات النيوروكرينيوم؟ فرونتال براياتال أوكسيبيتال تيمبورال سيفينويد إثمويد، هذه العظمات شو النيوروكرينيوم شباب بيحبوا مرات يتفلسفوا ويعقدوا الأمور، بالله عليكم اتطلعوا على الرسمة اللي بتلف، على الرسمة اللي بتلف وعلى هذيك برضو بيحبوا يتفلسف، قال النيوروكرينيوم النيوروكرينيوم كسموها لك اسمين، النيوروكرينيوم كسموها لك اسمين، قسم بسموه تقية الرأس كاليفيرم سكال كاب تقية الرأس قبعة الرأس، وبيزوكرينيوم قاعدة المخ، هين يا شباب طلعوا هون طلعوا بالله عليكم، في عنا طاقية الرأس نش تتكون، شو العظام اللي بيعملني الطاقية براياتال فرونتال وأكسيبيتال، يطلعوا الأكسيبيتال شايفين الماوس محل ما نحطه وهي تلف الجمجمة، لو نعمل خط كل اللي فوقها تقية الرأس، شو هني تقية الرأس إذن فرونتال أكسيبيتال وبراياتال، ديروا بالكم هذول نفس العظمات الفرونتال برضو موجودة تحت، فلذلك قاعدة الجمجمة شو فيها كمان قاعدة المخ فيها البراياتال موجودة والأكسيبيتال موجودة والفرونتال موجودة، لأن هيك عملت صح نص فوق ونص تحت، يعني المخ قاعد عليهم ومغطيات، يعني كيف هاي الماوس، هاي الماوس بترضو المخ، هاي الجمجمة، هاي الجمجمة، إيدي هذول عاملات طاقية الجمجمة وقاعدة الجمجمة. صحيح القاعدة بدها تطلع السفينويد والإثمويد والتيمبورا. إذا النيوروكرينيوم له قسمين طاقية الرأس أو قبعة الرأس سموها سكال كاب أو الكاليفيريوم والبيزوكرينيوم اللي هي قاعدة المخ
المخ اللي بنام يعني اللي بقعد عليها المخ. الفيزوكرينيوم اللي هن الفيشال بون، الفيشال عظمات الوجه. احنا هسه خلصنا عظمات الجمجمة الثمانية وحكينا عنهم وقسمناهم اللي هن نيوروكرينيوم كاليفيرام وشو اخرى فيزوكرينيوم. ها بعدين حكينا في عنا اشي بالجمجمة اسمه الفاشيال بونز، الفاشيال بونز، الفاشيال بونز، الفاشيال بونز، فاشيال بون 14. حبوش هاي الارقام، 14 عظمة في وجهنا، هذا اللغلوغ اللي هنا 14 عظمة، 6 منهم بجانب جواز يعني يمين شمال. ها ثنتين فردانية، يعني كم من اسمنا نحفظ جديد؟ 8. بسرعة حسبها محمد، 8 أسماء. إذا في عندي 14 عظمة في الوجه، 6 بيرد. شو يعني بيرد؟ بالأزواج، وثنتين بس واحدة. على فكرة عظمات الجمجمة وعظمات الوجه، في عندي 8 في الجمجمة، في عندي 14 في الوجه، كل المرابط بينهن إموفابل لا يتحركن. كل عظمات راسنا مع عظمات وجهنا، عظمات وجهنا مع بعض، عظمات راسنا مع بعض، في مفاصل بينهن بس لا يتحركن إموفابل، ما عدا تبعة الأكل هاي الماندبل اللي هو التمبورال، تيمبو مانديبولار جوين، اخذناك للمرة تي ام جي اختصارات. كويس. طب شو هن عظمات الوجه؟ شو هن عظمات الوجه؟ شو هن عظمات الوجه؟ اذا كلهن بتحركنش ما عدا المانديبل. كنا في ثنتين عظمتين في الوجه بجين فردانيات، اللي هي المانديبل حضرتها هاي عظمة واحدة، وفي عظمة هنا هي مكتوب عليها الفومر. سوكم انسوكم شو هي وهاي بس نعرف. في عندنا هذول الزايجوماتيك، هذول اسمهن سوري، هذول اسمهن الماكزيلري، هذول اللي نافخات هون بنحط عليهم الحمرة والبودرة، هذول اسمهن زايجوماتيك. في عنا اللاكريمال هون محل عند الدمع، لاكريمال أصلا لاكريميشن معناها التدميع، لاكريمال جلاند الغدد الدمعية. في عنا النيزل عظمات المنخار، في عنا الانفيريار نيزل عظمات المنخار التحتة، في عنا البلاتاين عظمات السقف الحلق اللي هو الحنك، البلاتاين هذول هن عظمات الوجه. النيزل ثنتين، الانفيريور نيزل ثنتين او بسموهن القنشة، اللاكريمال الزايجوماتيك، البلاتاين، الماكزيلا، الفومر والمانديبل. شو هذول بجين شباب؟ وحدي وحدي. كمان عظمة عندي بدكم تحفظوا، عظمة ايش شكل عظمات الطبلة؟ عظمات الدان قصدك؟ انساك مني، مش جايبين سيرة. هسا يا شباب خلصنا الجمجمة، يعني الجمجمة 8 عظمات الجمجمة، 14 عظم الوجه، 8 عظمات، 2 جوز، براياتال تيمبورال، فرونتال اوكسيبيتال، سفينويد اثمويد، بعدين عظمات الوجه الفومر والمانديبل هذول فردانيات، ماكزيلا، زايجوماتيك، بلاتاين، انفيريور نازل، نازل لاكريمال. هذول هن العظمات اللي موجودات في الوجه وموجودات وين؟ هسه يا جماعة خلصنا الرأس، هسه جايين على العمود الفقري. العمود الفقري يتكون من 26 عظمة و33 فقرة، معناها في فقرات مندمجة مع بعض بعظمة واحدة. شباب شباب، في شيء اسمه الفيرتبرال كولوم. شو يعني الفيرتبرال؟ شو معنى كولوم؟ العمود الفقري. العمود الفقري يتكون، بما انه اسمه عمود فقري، يتكون من ايش؟ من فقرات. في عندنا 7 فقرات عنقية في ركبتك، في 7 فقرات في صدرك، في 12 فقرة في بطنك، في 5 فقرات في عندي عظمة الحمراء هاي بسموها الساكرم العجز، 5 فقرات مع بعض مدموجات،
وفي الذنبة هاي الأخيرة بسموها الكوكسكس، هاي أربع فقرات مندمجة مع بعض بسموها العصعص. ها؟ إذن الفيرتبرال كولوم في عندي الفقرات العنقية بسموهن من سي واحد لسي سبعة. ليش سي؟ هني سبع فقرات، سي معناها سيربايكل. هسا بكتبه، أكتب تلكام بكتبه، في واحد عنده ديسك بين سي اثنين وسي ثلاثة، شو قصده؟ بين سي اثنين، بين الفقرة الثانية والفقرة الثالثة. ثوراسيك فيرتبرا ماخذي حرف التي من وين؟ من كلمة ثوراسيك. ثوراسيك من تي واحد لتي 12. اللمبر من ال واحد لل خمسة، لمبر اللي هي القطنية البطنية اسمها، أو اللوين أو الخصرية بسموها، أو اللي بدكم إياه بسموها اللمبر فيرتبرا بالإنجليزي، بالعربي بسموها الفقرات القطنية. ها كان زي القطن جوا ملانه سفنج يعني وكبيره واضح. في عندي يا جماعه العجز عباره عن خمس عظمات فيوزد مندمجات. طلعوا هني خمس عظمات، اس واحد اس اثنين اس ثلاث. ليش سموهن اس واحد اثنين ثلاث اربع خمسه؟ لان ساكرم. الكوكسكس اربع فقرات برضو فيوزد. بس ليش سموهن سي او واحد سي او اثنين سي او ثلاث سي او اربع؟ مشان يميزوهن عن السيرفايكل. السيرفايكل شو بنقول؟ من سي واحد لسي سبعة. الكوكسكس من سي او واحد لسي او اربعة. اذا يا جماعة عظمات العمود الفقري كالتالي، عظمات العمود الفقري كالتالي: سبعة سيرفايكل، 12 ثوراسيك، خمسة لمبر، خمسة ساكرال، واربعة كوكسيجيال. كوكسكس اللي هو كوكسيجيال الصفة منه. اتفقنا؟ تمام؟ يعني فيش شيء جديد على فكرة لحد هسه. الثوراسيك كيج، القفص الصدري. هسه احنا نازلين بنفصل، يعني اول شيء شو بلشنا؟ حكينا عن الجهاز. على فكرة فيش شيء جديد، يعني هن زي الكلمات. القفص الصدري هو قفص. من ماذا يتكون اي قفص؟ من وجه. يتكون من الفيرتبرا، من الريبس وستيرنم. ما هي مكونات القفص الصدري يا شباب؟ هذا القفص، هذا القفص ستيرنم، وراء فيرتبرا والربس، صح؟ نلاحظ ملاحظة فكرة، في شغلات مركز معنا كثير هنا كبد. الربس 12 رب، صح؟ 12 من الجهة هاي، 12 من الجهة الثانية 12. اطلعوا على الربس، نقدر نقسمه لثلاث انواع الربس. ربس طالعه من فيرتبرا ماسكه مع ستيرنم مباشره، طلعوا لاحظين واحد واحد طالع من الفيرتبرا ماسك مع ستيرنم، اثنين نفس الشيء، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه طالعات من الفيرتبرا وين ماسكات؟ مع ستيرنم. ثمانيه وتسعه وعشره مش ماسكات مع ستيرنم، ماسكات مع كارتليج. ماسكات مع ايش؟ فلذلك أول سبع رب شو منسميهن؟ ترو رب، حقيقية. هسه حقيقية فيرتبروستيرنال، شو يعني فيرتبروستيرنال رب؟ الأضلاع ما بين الفيرتبرا وستيرنم. من 8 و 9 و 10 بسموهن فيرتبروكوندرال، يعني ما بين الفيرتبرا وماسكات مع كارتليج، اللي هو بطريقة غير مباشرة بعدين رابطهم مع مين؟ مع ستيرنم. وآخر ضلعين طاشت سموهن فلوتينج، طافيات، فلوتينج ريبس. طبعا عندنا 12 ضلع ماسكات مع 12 فقرة اللي هن الثوراسيك فيرتبرا. ليش عندنا أصلا، اسمع، ليش عندنا أصلا 12 فقرة صدرية؟ لأنه نسبة للأضلاع، لأنه عندنا 12 ضلع ماسكات معهم. ولا حقيقة هنا 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 الكبد على فكرة، هون شايفين شايفين، بس أقول لكم شغلة، هاي المنطقة فيها الكبد، هون هون الكبد وينه؟ فوق يعني بالبطن نعتبر، صح؟ في الأبدومين. بس ليش سميناها الثوراسيك هاي المنطقة؟ لأنه الثوراسيك كيج، لأنه الربس 12 اللي ماسكات مع إيش؟ مع الفيرتبرا. في منهم ماسك مع ستيرنم، في منهم ماسك مع كارتليج كوندرال، في منهم ماسك مع مين؟ فلوتينج ولا شيء. مرابطات الغضاريف، صح، بس طلع وين الغضروف ماسك؟
بستيرنا، طلع هذا الثامن والتاسع، طلع الثامن. الثامن مش ماسك مباشرة، ماسك مع كارتليج السابع. هو بالأخير ماسك مع مين؟ بس بطريقة غير مباشرة. في عندنا ستيرنم، في عندنا ستيرنم. ستيرنم شو هي؟ قص، عظمة القص. طبعا أخذناها من الفلات بون، وعلى فكرة أخذناها برضو منأخذ منها خزعة البون مارو. حتى كلنا من وين نأخذ؟ من المانيبيورم. هاي المانيبيورم يطلعوا هاي شكلها زي الخنجر صح؟ كلمة ما بالفرنسا وباللاتيني ما معناها إيد، مقبض الخنجر. هاي ما هاي شايفينها مش مان مان مانيبيورم، هاي شايفينها المقبض تبعها. مش منقول مانيكير؟ شو ماني مانيكير؟ مش مانيكير. ما معناها شو؟ إيد. وكير رعاية الإيد، مانيكير بسموها. أنتم بتفهموها مناكير مباشرة، هي شو؟ وبرضه بيقولوا البيديكير برضه الإجر بيه ها اللي هي بيديكير. على كل مانيبيورم بادي، نش شو بتتكون هاي؟ من مانيبيورم بادي وزيفويد بروسس زائد الزيفويدية. أخذناها الزيفويدية هاي 40 سنة، هاي مش تختفي، بتصير بدل كارتليج هضم، صلها أوسيفيكيشن. يعني كل شيء مارك معنا، مش شيء جديد. الحوض البلفيك جيردل، البلفيك جيردل. من ماذا يتكون البلفيك جيردل؟ هذا البلفيك جيردل اللي هو احمر يتكون. جيردل شو يعني؟ قصار حزام، يعني طلعوا بلف، يعني بلفنا هذا عامل زي لفه. يتكون من عظمه الهب، عظمه الهب، وفيها أو بسموها عظمة التي لا تسمى، اللي ما بتتسماش، اللي بتتسماش النومينيت. نومينيشن شو معنى نومينيشن؟ تسمية. النومينيشن عدم التسمية، ما لهاش اسم. النومينيت عاد أكثر واحد مسمى يعني، بس يعني بحبوا هيك يحكوا في العلم. النومينيت هاي العظمة الحمراء، شايفين العظمة الحمراء؟ هاي العظمة كلها الحمراء، انسوكم من العجز والكوكسكس. هاي العظمة، هاي العظمة كلها، هاي شايف من هون لهون، هاي شو بنسميها كلها؟ الهبون. تتكون من ثلاث عظمات الهبون، إيليام وإسكيام وبيوبس. إيليام وإسكيام وبيوبس. تنسوش إنه العظمة الحوض هي من الأبندكولار سيستم، ولكن الكوكسكس والساكرام هذول من الأكزيال، من الأكزيال سكيلتون صح؟ الجيردل، الجيردل تبع الكتف يتكون من عظمتين، الكلافيكل والسكابيولا. كلنا اخذنا سكابيولا وكلنا اخذنا الكلافيكل. جيردل شو الجيردل؟ طلع زي لفه برضه عامل اه، سموه البكتورال جيردل. ليش سموه بكتورال؟ الزنار او الحزام الصدري زي البلفيك جيردل. جيردل اه. عظمات الإيدين يا شباب تعالوا نشوف مرين معنا. إسكابيولا كلافيكل، في عندي الهيوميراس الرادياس الألنا كاربل ميتا كاربل فالنجز آه. لاحظوا ملاحظة يا شباب، الرادياس مع الكاربل سموها راديو كاربل جونت، راديو كاربل جونت. الكاربل مع الميتا كاربل، كاربو ميتا كاربل جونت. على فكره كاربو ميتا كاربل جونت مركت معنا يوم ما اخذنا الابوزيشن تبعات الثمب، بس سكتنا يوميتها. كنا نفوت هسه موضوع بتجننوا، يلا احنا جيناها. هون عظمات كاربل، بعدين ميتا كاربل. ما بين الكاربل والميتا كاربل شو اسم الجونت؟ كاربو ميتا كاربل. ما بين الراديوس والكاربل كاربو راديو. ما بين الميتاكاربل والأصابع فالنجز ميتاكاربو فالنجل. الفالنجز بيها مرابط انتر فالنجل. شو؟ انتر فالنجل، يعني هذول المرابط انتر فالنجل. كل إصبع فيه انتر فالنجل اثنين ما عدا الثمب فيه واحد صح؟ باب نرجع، في عندنا الشولدر جوينت،
تيجي الهيوميرس الالبو جوينت مفصل الالبو. بعدين بيجي عندنا الريست اللي هو مفصل اللي هون الرسو. كيف مفصل الرسو؟ راديو كاربل كاربو ميتا كاربل ميتا كاربو فالنجل. بين الفالنجز في انتر فالنجل جوينت. اصابعنا كل اصبع في مفصلين وثلاث عظمات. مفصلين ما عدا هذا. كل اصبع في ثلاث قطع صح؟ القطعه الفوكا ديستال، القطعه التحتة بروكسيمال، اللي بالنص ميدل. كم من فالنج عندنا؟ كم من عظم الفالنجز؟ بروكسيمال فالنجز ديستال وميدل. الاصبع الصغير الكبير الثامب بس ديستال وبروكسيمال. واضح؟ كل سنه وانتم سالمين جاهزين يعني. الورك عظمه الحوض. الهيب جوينت الفيمر الني جوينت الباتيلا التيبيا الفيبيولا التارسل الميتا تارسل الميتا تارسو فالنجل فالنجل انتر فالنجل. كل سنه وانتم سالمين زي الجرين زي اليدين. بس شو بنقول هون بدل بدل كاربل بنقول تارسل. واضح؟ انكل جوينت اسم المفصل اللي بين اجر قدمنا واجرنا اسمه الانكل. بين فخدتنا وبين اجرنا الني. بين حوضنا وفخدتنا هب جوينت. سهلات ها؟ معظم الشغلات مركت معنا بك يدرس اول باول سهل بالنسبه له. اللي فهم يوم الهيوميرس مركت عليه انو شايفين صعبات هذول ولا حدا ما شاء الله عليكم. ناخذ لنا